الصندوق. من يراه النواب الأصلح؟ دوما غلقتو قائمة الترشح. إذن ما بيننا هو غبار يسهل نفضه، فنفضنا هذا الغبار لأنكم أنتم العنوان لتوحيد أبناء جبهة التحرير الوطني. باتحادكم تساهمون في اتحاد جبهة التحرير الوطني وخروجها مما هي فيه، وهي أيضا ليس بالأمر الصحيح. فالمناضلون وأنصار جبهة التحرير الوطني مرابطون في قواعدهم، ثابتون في مواقعهم، ينتظرون وحدتكم ووحدة القيادة. نحن لا رغبة لنا في القيادة ولا حب لنا في القيادة إلا بقدر ما نخدم جبهة التحرير الوطني. إن جبهة التحرير الوطني هي التي ينبغي أن تجمعنا حتى لا يستأسد علينا الضباع، إلا توقفوا كل وعدونا بلي راكم توقفوا، موش هنا، توقفوا في القواعد. قال الناس راهي بخير، ماناش حنا اللي سرقنا واللي خطفنا واللي درنا، احنا رانا قاعدين نشرحوا ورانا نبذلوا في المجهود، والدليل هو القوانين الأخيرة اللي صدقتوا عليها، واللي راح تسير على غرارها الانتخابات، واللي راح يسير على غرارها الترشيحات.